أنا سيد عليق يعني حرمني من الاحتراف في أعلى الأندية. يعني قال لهم لا ما يقدرش. كيفاش تعرف أني أنت نقدر ما نقدرش؟ تعرف المستوى تاعي، جيتي لو سول جوار اللي سني معاك الكونترا ويدير لك افنون ويدير لك لي زوبجيكتيف وانا نسنيه وانا نحضره في المنزل. الوغ كي لي جوار الاخرين انا على بها باسكو انا نضرب على حقي، نعرف نقرا نعرف نكتب. كان لي جوار كانوا يسنيو وما يشوفوش ميم با الكونترا. جاو ليا كنت مازال ما سنيتش، قال لك كاين دكور كيف يسحق جوار. رحت عملت 3 ايام تدريب قبلني ولكن عرضوا عليا 7000 اورو بروت. رفدت، كان معايا صايفي في نفس الغرفة، رفدت حوايجي ورحت. قلت لهم انا ندي 10 خطرات هذا الشيء في الجزائر وعلاش نجي لهنا؟ 70000 اورو شهريا لا اكثر، ندي مليار و200 انا هذاك الوقت ولا شحال انا ندي شهريا. كنت نخلص مليح، كان بريم سينيور نكذب عليك. انا كنت رايح يعني نقيم حفل زفاف تاعي وعلى تعرف المصاريف يعني الدار الاخر، وسحقيت دراهمي ولا ما يرفدش عليا الهاتف ولا ما يرفدش عليا الهاتف وبداو مشاكل. ومن بعد انا يعني باش تشوف لاعب افانت نافون يحبس 6 موا لازم يكون عندك كوراج. ومولدية الجزائر تحت الدار، شباب القبائل تحت الدار، كل الفرق جاوني باسكو الناس تشوف على الليق. الناس نسات ميمون مشيا الحاجه مارني اللي كانوا يدعموا من اللور وما يبانوش هذوك. هذو هما الرجال. عمي رشيد بوخضر انا لي استوار تاع اليوس ما نعرفها مليح. واحد ما يجي يقول لي، لان الناس اللي كاين اللي زاد في 2000 اللي زاد في 95 ما يعرفش اتحاد العاصمه. نعرف اتحاد العاصمه بالكابا تاعي نطلع نقعد في تريبين. 60 دقيقة حقيقة مع بلال كباش، السبت 9:15 على شروق نيوز.